ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة جلاش بالكستر، ومعانا المقادير: لفة جلاش، سمنة على زيت، لبن، سكر، كستر. هنجيب حلة هنحط فيها اللبن مع الكستر، ونحط معاه سكر وندوبهم على البارد قبل ما نحطهم على النار. ده كده بعد ما رفعناه على النار بدأ يتقل. لازم يكون كستر لأن الكستر بيبقى فيه نكهة مش نشا بيضة. هو ده القوام بتاعه عشان لما نحط له معلقه زبده ما يبقاش سايب. هنجيب صينيه ايا كانت، مدوره او مستطيله، ده هتمشي وده هتمشي. هندهنها بالزبده بالزيت، ونرص ورق الجلاش وبين كل طبقة وطبقة هندهن. لو متقطعة حتى مش هتبان. لازم الطبقات اللي تحت تبقى قد اللي فوق علشان الحشوة. هنحط معلقة الزبدة على الكستر عشان نفكه تاني من بعضه. لازم نضربها كويس لما تدينا الملمس الكريمي. يبقى ملمسها كده. هننزل فيها في نص الطبقة اللي احنا عملناها. نفردها كويس ونحاول ما نجيبهاش عند الحروف عشان ما تتحرقش. والصينية في الفرن. طبعا ريحة الكستر مع الزبدة جميلة. طبعا الحاجات المتقطعة دي من المهاش هنحطها في النص وندهنها بالزبدة برضو.
مفيش اي عجه هتبان طبعا. ده كده شكله بعد ما خلصنا، هنقطعه هنكون مجهزين فرن على درجة حرارة 180، هنحطه لغاية ما ياخد اللون الذهبي ونطلعه نسقيه بالسيرة في حلة على النار. هنعمل سيرة بتقيل زي العسل النحل، هنحط نص كوباية مية، كوباية سكر، عصرة ليمونة، وهنحط عليهم معلقة عسل أبيض. معلقة العسل ده هتفرق في الطعم. ده كده شكله بعد ما خرج من الفرن والسيرب سخن، هنسقيه. طبعا السيرب تقيل، ده كده شكله بعد ما سقيناه السيرب وقعد 10 دقايق.